السلام عليكم، يعطيكم العافية. هسه راح نيجي على آخر تو كونسبتس في تشابتر 8. نقول بسم الله. حكينا حنبدأ الآن إحنا في النقل النشط أو الأكتيف ترانسبورت. حكينا إيش الفرق بين الأكتيف والباسيف ترانسبورت. إنه في الباسيف ترانسبورت إحنا كنا نمشي عن طريق اللي هو داون كونسنتريشن جريدينت وبدون استعمال طاقة، بينما في الأكتيف ترانسبورت إحنا بنروح against concentration gradient وبنضطر نحتاج انه نستعمل طاقة. اوكي، فال active transport uses energy to move solutes against their concentration gradient. النقل النشط يستعمل الطاقة عشان ينقل السوليوتس عكس الكونسنتريشن جريدينت. الان هو بيرجع بذكرنا انه facilitated diffusion صحيح انه استعملنا فيه بروتينات لكنه ما زال يعتبر passive. ليش؟ لانه مثل ما حكينا بننقل السوليوتس down concentration gradient وبدون استعمال طاقة. facilitated diffusion هو نوع من انواع الباسيف ترانسبورت. طيب لما بيحكينا في بعض انواع البروتينات الثانيه غير تبعون الفاسيلتيد ديفيوجن بتنقل ستوديوتس عكس الكونسنتريشن جريدينت، تمام؟ بالتالي هذول بنعتبرهم اكتف ترانسبورت. طيب الان اول شيء الاكتف ترانسبورت بنرجع هو موفز اوف سبستنس اجينست كونسنتريشن جريدينت وهذا بيحتاج طاقه تكوير سينرجي. طب انا شو شكل الطاقه اللي راح احتاجه؟ اللي هو الكرنسي، الكرنسي اوف ذا سيل اللي هي العملة الطاقة اللي تحبها الخلية. ايش هي؟ اللي هي ATP او ادينوسين تراي فوسفيت. تذكير فقط الادينوسين تراي فوسفيت يحتوي على ثلاث ذرات فوسفيت، ادينوسين وثلاث ذرات فوسفيت، طيب او ثلاث مركبات فوسفيت. الان اكتف ترانسبورت مين اللي بيقوم فيه؟ بروتينات معينة سبيسيفيك وين موجودة؟ موجودة في البلازما ميمبرين. طيب الان بيحكي لنا طيب شو فائده هذا الاكتف ترانسبورت؟ وظيفه الاكتف ترانسبورت انه هو بيخلي الخلايا تحافظ على تراكيز معينه سواء جواتها او خارجها، تحافظنا على تراكيز معينه. هذا التركيز ليس له علاقه بالكونسنتريشن جريدينت، لا هي تراكيز هي بتفضلها، اوكي؟ فهو ايش؟ It maintains concentration gradients that differ from the surroundings. هي بتخلي الخلايا تحصل على concentrations جوا الخلايا جواتها للمواد يختلف عن concentration الخارجي، بالتالي بيمنع عملية التعادل اللي بتصير لو كانت الطريق مفتوحة قدامهم. اوكي؟ الآن بيقولنا ايش أشهر مثال على موضوع الـ active transport نقل النشط هي الصوديوم والبوتاسيوم بومب، أشهر الأمثلة. وهاي غالبا نقدم فيكم توجيه أردني، ممكن حتى مش أردني، بيعرفوا الصوديوم والبوتاسيوم بومب أخذناها في مادة الأحياء. طيب لما نيجي ندرس هاي الصوديوم والبوتاسيوم بومب، طيب أول شيء بدنا نعرف الصوديوم والبوتاسيوم بومب إن هي كارير بروتين. وقاعدة عامة في الـ active transport ايش البروتينات بتكون؟ بتكون كارير، ما راح تكون شانلز. ليش ما راح تكون شانلز؟ لأنه الشانلز هي مجرد ممر، بالتالي لو هو بس ممر كيف بدها المواد تنتقل عكس تركيزها فرق التركيز تبعها؟ لا، بالتالي لازم تبع الـ active transport استعمل كارير بروتين، اوكي؟ فنكون عارفينها. طيب النقطة الثانية تعالوا نشوف إذا الكير بروتين، نتذكر ايش من الكير بروتين. الكير بروتين هو بيجي بيحمل المادة وبينقلها إلى الجهة الأخرى، لازم تكون هاي المادة مشابهة في شكلها لشكل البروتين، ولما هاي المادة تيجي ترتبط مع البروتين بصير فيه بيتغير شكله، أوكي؟ فالآن نيجي على هاي الصوديوم بوتاسيوم بومب. الصوديوم بوتاسيوم بومب اللي مفخة الصوديوم والبوتاسيوم، زي ما احنا شايفين بيكون شكلها بدي أشيل الذرات، بيكون شكلها زي هيك، تمام؟ فأنا في عندي هيك 1 2 3، اوكي؟ وهي الجهه الثانيه من هنا في عندي 1 2، اوكي؟ فهي شكلها، اوكي؟ بس بدون الذرات الصوديوم. دقيقه نرسمها صح مره ثانيه 1 2 3، اوكي؟ فإذا هذا هي شكل اللي هي مضخة الصوديوم. الآن زي ما احنا شايفين أول شيء بتكون الوضع الطبيعي قبل ما تشتغل بتكون هاي المضخة البروتين فاتح لتحت، فاتح لتحت. لما هو يكون فاتح لتحت في زي ثلاث فراغات، اوكي؟ في 1 2 3 هذول، 1 2 3 هذول الفراغات شكلهم مكمل مناسب لشكل الصوديوم، شكل اللي هو ايون الصوديوم، فبالتالي ايون الصوديوم الموجود جوا الخليه راح يجي ويرتبط هون، حيرتبط 1
بعدين الثاني وبعدين الثالث رح يجوا يطبطوا في هاي الاماكن زي هون زي ما احنا شايفين. اذا كان في عندي انا الصوره كان البورتين فاتح لتحت اجى ايون الصوديوم ارتبطوا واحد اثنين ثلاث اوكي. هذا الوضع الطبيعي. ليش طبعا اجى ارتبط هون؟ لانه الشكل الشكل هذا الفراغ هو شكل مضخم من هاي الناحيه مكمل لشكل الصوديوم، بالتالي الصوديوم بيروح وبيرتاح هناك. طيب بعدين بعد ما اجى ارتبطوا الثلاث ايونات صوديوم، مهم جدا لازم يكونوا ثلاث، اذا ما كانوا ثلاث لو واحده ما بزبط او اثنتين، لازم الثلاث. بعد ما يرتبطوا هذول الثلاث ايونات صوديوم بيجي مش بيجي مركب اي تي بي اللي هو حكينا عنه اللي هو عمله الخليه تبعت الطاقه، بيجي مركب الاي تي بي، قلنا الاي تي بي عباره عن ايش؟ عباره عن ادينوسين ومعه ثلاثه فوسفيت. بيجي هذا الادينوسين بيجي الاي تي بي بيتحلل لاي دي بي ADP ادينوسين داي فوسفيت، داي معناها اثنين، بالتالي هو شو؟ بيخسر بيجي بيتحلل بفك منه مركب درجة فوسفيت وبيربطها مع بيربطها مع المضخة. إذا صف عندي الـ ATP كانوا ثلاثة فوسفيت، واحدة منهم تركت الـ ATP وارتبطت مع ايش؟ مع مع مضخة صوديوم بوتاسيوم وصار الـ ATP ADP ادينوسين داي فوسفيت، يعني بيحتوي على حبتين فوسفيت فقط. اوكي طيب هون ها هيك صارت عندي مضخه صوديوم بوتاسيوم صارت ايش؟ انطبقت فيها درجه فوسفيت، صار لها عمليه احنا بنسميها فوسفوريليشن، عمليه فسفره، اوكي؟ فاذا اجت هاي درجه فوسفيت وصارت مرتبطه مع مع مضخه صوديوم بوتاسيوم. ارتباط درجه الفوسفيت مع مضخه صوديوم بوتاسيوم يعني زي ما قلنا عمليه فوسفوريليشن بحفزها تتنشط تكون زي هيك، هاي اللي هي المضخه تعمل هيك تعمل فليب، إن كانت هيك تعمل فليب، زي ما احنا شايفين هون. شوفوا هون. اوكي؟ هون كانت زي ما حكينا، كانت هون اي تي بي، صارت اي دي بي والفوسفيت ارتبطت، لما ارتبطت الفوسفيت هاي المضخة عملت فليب. فاجت ايش؟ اجت فكت من هون وارتبطت من هون. اوكي؟ فشوفوا كيف إذا كانت هيك عملت هيك. طيب، بعد ما عملت هيك لاحظوا لي على شكل المكان اللي كان مرتبط فيه الصوديوم. الصوديوم كان هون كيف كان شكل الفراغ؟ كان هيك نص دويره صح؟ نص دويره نص دويره. مجرد ما اجت هاي الام عملت فليب تغير شكلهم. شوف كيف صار شكل الفراغ كيف؟ صار زي حبه الرز زي نص حبه الرز. اذا كان هيك تمام؟ وبس عملت فليب عمل هيك. فلما عمل هيك درجة الصوديوم اللي كانت موجودة هون زاحت أو يعني طردتها لبرا. فشوفوا كيف صار هون الصوديوم، هون كان الصوديوم موجود مرتبط، لما عملت الفليب إجا عمل هذا المكان تغير شكله فراح صغر، فبطل يسع أيونات الصوديوم، فهيك طر أيونات الصوديوم لبرا، أوكي؟ فإذا هاي الشغلة الثانية، الثلاث ذرات الصوديوم اللي كانت هون انطروا برا الخلية. طيب ماشي، بعد ما طرينا الصوديوم لبعض ما ركزوا كم ذره احنا طلعنا ثلاث ذرات صوديوم. طيب لما اجينا فتحنا هيك، لما اجينا الان صرنا فاتحين هون مكان الصوديوم راح، شوفوا كيف كان هذا عندك من الجهه الثانيه، في عندي هون زي راس مثلث راس مثلث صغير، اوكي؟ لما فتحت الخليه على الجهه الثانيه شوفوا كيف صار توسع، صار مثلث اكبر، صار مثلث اكبر، تمام؟ فاذا هو كان صغير هيك، لما فتحت الخليه صار كبر. سبحان الله لما كبر صار شكل هذا الحيز مناسب للبوتاسيوم، صار مناسب للبوتاسيوم، بالتالي بتجيني انا درجتين بوتاسيوم من الخارج تيجي بترتبط في هذا المكان، ترتبط فيه، عندي انا ايش؟ مكانين، تيجي درجتين بوتاسيوم ترتبط في هذا المكان. طيب ارتبطت درجتين البوتاسيوم في هذا المكان، اوكي؟ طيب ليش الصوديوم ما اجى ارتبط هون؟ لانه يعني مثل ما حكينا شكل هذا شكل الريسبتور هذا بطل مناسب للصوديوم، تمام؟ صار بس مناسب للبوتاسيوم، بتيجي ذرات البوتاسيوم ترتبط هون. لما ترتبط درجتين بوتاسيوم، درجتين لازم درجتين، الفوسفيت اللي كانت هون بتروح تنطر، بتروح بتقول هاي المضخه بتقول انا بطلت بدي اياك يا فوسفيت. روح امشي، اوكي؟ طيب بما انه الفوسفيت هو اللي حول شكل الخليه بدل ما كانت هيك عملها هيك. لما يروح الفوسفيت شو المفروض يصير فيه؟ عفوا مش شكل الخليه، شكل المضخه. فلما يروح الفوسفيت شو المفروض يصير بشكل المضخه؟ ترجع زي اول وترجع تعمل هيك. ترجع تعكس.
فإذا هي كانت هون فاتحة لهون فاتحة لبرا، أجا البوتاسيوم ارتبط في مكانه، بقرب الفوسفيت لبرا، فرجع إيش رح ترجع تعمل المضخة؟ ترجع تعمل زي أول. رح ترجع إيش؟ رح ترجع تعمل فليب. أوكي ترجع تعمل فليب لجوا، طيب عملت فليب لجوا، شوفوا ركزوا معي، لما كانت لجوا شوف كيف كان شكل تبع البوتاسيوم، كان هيك، لما فتح لما فتحت لفوق لبرا صار مناسب للبوتاسيوم، تمام؟ بعدين راح البوتاسيوم طار هاي الفوسفيت رجعت عملت الفليب، طب لما رجعت عملت الفليب شو راح يصير؟ نفس اللي صار بالصوديوم، كانت هيك راح تعمل تسكر، راح يسكر هذا الجزء راح يسكر، وبالتالي راح يضطر البوتاسيوم هاي المره لوين؟ لجوا الخليه، لانه المضخه فاتحه لتحت، فالبوتاسيوم راح يدخل لجوا الخليه، طيب بعد ما البوتاسيوم فتح راح لجوا الخليه، رجع الشكل اللي هو مكان الصوديوم رجع مناسب للصوديوم. رجع مناسب لوين؟ للصوديوم، وبالتالي الصوديوم رح يجي ويرجع يرتبط هون ورح ترجع تعيد العملية مرة ثانية، نعيدها مرة ثانية، قلنا في الحالة الأولى كان أنا عندي هيك شكل مضخة وهي قبل ما تشتغل، مناسب لذرات الصوديوم، أو إحنا بنسميها بالإنجليزي The pump has high affinity to sodium، يعني شكل المضخة مناسب يحفز استقبال الصوديوم، يحفز إنه الصوديوم يرتبط فيها، ف The pump has high affinity to بوتاسيوم تو صوديوم، اوكي؟ طيب الان بعد ما ارتبطوا ثلاث ذرات اجت زي اي تي بي تحلل الى فوسفيت واي بي بي، فوسفيت ارتبطت هون اول ما ارتبطت الفوسفيت عملت فليب، لما عملت فليب صار الشكل صار المضخه هاز لو افينيتي تو صوديوم، يعني شكلها غير مناسب او غير محفز للصوديوم اللي ارتبط فيها، فراح اضطرت الصوديوم لبرا، في اللحظه اللي صار فيها صارت لو افينيتي تو صوديوم كانت صارت المضخه هاي افينيتي تو بوتاسيوم، يعني صار شكلها مناسب للبوتاسيوم اللي يجي، فهون البوتاسيوم بيجي بيرتبط ذرتين، تمام بعد ما ارتبط البوتاسيوم الفوسفيت طريناها لبرا، فبعد ما طرينا الفوسفيت اللي عملت الفليب ترجع البمب زي ما كانت فبترجع تفتح لتحت، لما رجعت فتحت لتحت رجعت غير شكل المضخه وصارت لو افينيتي تو بوتاسيوم، يعني ما تقبل او ما شكلها مش مناسب للبوتاسيوم، فالبوتاسيوم رح يتركها وبيرجع شكلها مناسب للصوديوم وبتعيد العمليه نفسها، هاي مضخه الصوديوم بوتاسيوم بمب. الان انتم ركزوا لي في التالي، بالوضع الطبيعي بالوضع الطبيعي بيحكي لنا انه جوا الخليه السيتوبلازم تركيز هذا القوسين ولا تركيز بتعرفوا تركيز البوتاسيوم عالي جوا الخليه وتركيز الصوديوم واطي، في الخارج تركيز الصوديوم عالي وتركيز البوتاسيوم واطي، مثل ما حكينا هذول الايونات ما بيقدروا يعبروا الغشاء الخلوي، فانا لو الوضع الطبيعي المفروض لو انا بدي اوفر لهم بس هيك لو بدي اخليهم اقول لهم اوكي تقدروا تروحوا على راحتكم لو فرضا، فالمفروض انه الصوديوم حسب الكونسنتريشن جريدنت يجي من هون لهون والبوتاسيوم يطلع من هون لهون، لكن هون شوفوا شو المضخه عملت، اجت اخذت الصوديوم من مكان اللو كونسنتريشن على مكان الهاي كونسنتريشن، واخذت البوتاسيوم هون من المكان اللي هو لو كونسنتريشن على مكان الهاي كونسنتريشن، بالتالي مشيت عكس الكونسنتريشن جريدينت، بالتالي احنا كنا نحكي انه الكونسنتريشن جريدينت من الوسط الاعلى من الوسط الاعلى تركيز الى الوسط الاقل تركيز هذا داون كونسنتريشن جريدينت، طيب لما بدي اطلع من الوسط الاقل تركيز الى الوسط الاعلى تركيز زي في الاكتف ترانسبورت this is up their concentration gradient بطلع طلوع وزي طبعا عشان نتذكر انه الـ up concentration gradient انا بحاجه طاقه والان اتخيل انه هذا الجبل او زحليقه اللي بده يطلع زحليقه بده طاقه ما بيقدر يطلعها هيك بكل لا من تلقاء نفسه بده طاقه بده دفع عشان يقدر يطلع against concentration gradient عكس فرض التركيز تمام؟ فهذه بس هذا هنا احنا نقلنا الصوديوم والبوتاسيوم عكس الكونسنتريشن جريدينت، اوكي؟ تمام وبالتالي بناء على ما سبق هذا هون الصوره الكامله لجميع انواع الترانسبورت، قلنا انا الباسيف ترانسبورت اللي هو النقل اللي بيكون بسيط، اوكي؟ النقل الخام اللي بسموه الخامل، اوكي؟ اللي هو انا بنقل داون كونسنتريشن جريدينت without the use of energy. اول شيء اللي هو الديفيوجن وهي بسموها احنا نسينا نحكي الموضوع هذا بسموها السمبل ديفيوجن هي العاديه كنا نعرفه السمبل ديفيوجن النقل او الانتشار البسيط عادي ذرات فوق بتنزل هون بتنتقل من الوسط الاعلى تركيز الوسط الاقل تركيز بس الشرط ايش؟ ان هي هون ايش؟ هون ما عملنا بروتينات هي بتقدر تنتقل من هون لهون بكل بساطه بتكون غالبا هاي لايبو هايدروفوبيك طيب اذا كانت هايدروفوبيك
وبرضه انا مشيت مع الكونسنتريشن جريدينت وما استخدمت طاقه، فهنا ايش؟ انا بحاجه بروتينز، وبالتالي تكون عمليه فاسيليتيتد ديفيوجنز، نقل مسهل. انا استعملت بروتينات عشان انقل، بروتينات ناقل عشان انقل من الوسط الاعلى تركيز للوسط الاقل تركيز بدون استعمال جزيء الطاقه. يعني تكون شانلز قنوات، يعني تكون كاريرز. لما جينا على الاكتف ترانسبورت هنا لا، احنا جينا نقلنا من الوسط الاقل تركيز الوسط الاعلى تركيز against concentration gradient، عكس اللي هو الجريدينت المفروض يكون. وهنا انا بستعمل اي تي بي، انا بحاجه الى طاقه. اوكي، هاي هي طرائق النقل اللي فايته معنا. الان هون بيحكي لنا في شغله، يعني احنا قلنا احدى، طبعا قلنا احدى درسنا هسه البمب، فوق بمب. هاي البمب اللي درسنا سولدرز بمب هي ايون بمب، يعني انا بنقل فيها ايونات، بضخ فيها ايونات، لان عمليه ضخ الايونات هاي، تعال نشوف هون. احنا كنا شو نسوي قبل شوي؟ احنا كنا اذا بتتذكروا كنا نسوي انه انا في عندي السيل ممبرين، صح؟ فانا بشكل عام باختصار كنت شو اسوي؟ كنت امسك ثلاثه صوديوم من الداخل، ثلاثه ايونات صوديوم من الداخل، ايونات موجبه، واطلعها لبرا. وفي نفس الوقت بعدين اجي اخذ اثنين بوتاسيوم، اثنين ايونات بوتاسيوم برضه موجبه، وادخلهم جوا الخليه. فانا بطلع ثلاثه لفوق وبطلع ثلاثه لبرا وادخل اثنين. بالتالي ايش المحصله؟ المحصله اللي عندي كايونات، ايونات موجبه، المحصله انه انا قاعد بمسك هون، انه انا قاعد بمسك ايون موجب وبطلعه لبرا، صح؟ لانه انا قاعد بطلع ثلاث لبرا واثنين بدخلهم، ثلاث ناقص اثنين واحد، بالتالي انا قاعد بطلع المحصل، قاعد بطلع ايون موجب لبرا، فانا قاعد بخسر ايونات موجبه، فانا قاعد بطلع، فانا افرض انه انا عندي كالتالي، انا في عندي برضه هاي السمبرين، انا في هون عندي على سبيل المثال، عندي مثلا لنحكي 10 ذرات، 10 ايونات سالبه، 10 ايونات سالبه، تمام؟ وعندي مقابلهم 10 ايونات موجبه، تمام؟ فانا شو اللي قاعد بسوي؟ قاعد كل مره باخذ من هون ايونات موجبه وبطلعها لبرا، باخذ من هون ايونات موجبه وبطلعها لبرا، اوكي؟ فبالتالي في النهايه في المحصله حيصير عندي نسبيا، انا في عندي الداخل الخليه سالب، الجزء الداخلي السيتوبلازم سالب، تمام؟ والجزء الخارجي موجب، تمام؟ الجزء الداخلي من الخليه سالب، انا قاعد باخذ من ايونات موجبه وطلعها لبرا، والجزء الخارجي بصير موجب، اوكي؟ فهيك صفت عندي الخليه، انا داخلها سالب وخارجها موجب، هاي بسموها هاي الحاله اللي هي ممبرين بوتنشال، او بالعربي زي ما كنا نقول حاله استقطاب، انا في عندي اقطاب، قطب فوق قطب تحت، زي بالضبط البطاريه، مش البطاريه في لها قطب نهايه موجبه وقطب نهايه سالبه، فهذا نفس الشيء، هذا قطب موجب وقطب سالب، هيك عندي انا الخليه وضع طبيعي، تمام، قطب موجب وقطب سالب، وبالتالي لو انا سمحت بشكل بطريقه اخرى سمحت للالكترون سمحت للايونات تنتقل براحتها، فرضا سمحت للايونات تنتقل براحتها، فالمفروض انه الايونات الموجبه تمسك حالها من برا وتدخل لجوا، صح؟ المفروض انه الايونات الموجبه تحمل حالها من برا وتدخل لجوا، طب ليش تدخل لجوا؟ لسببين، السبب الاول انه هون ما فيش عندي ايونات موجبه، هون ما في عندي ايونات موجبه، والافرض هاي الايونات كانت صوديوم، تمام؟ بالتالي انا في عندي صوديوم برا، تركيز الصوديوم برا اكثر من جوا، صح؟ بالتالي الصوديوم ينتقل من برا لجوا لانه جوا ما في عندي صوديوم، اللي هو اللي درسناه قبل الكونسنتريشن جريدينت، فرق التركيز. طيب هاي شغله، الشغله الثانيه انتم بتعرفوا انه حسب الشحنات، الكهربائيه، فالشحنات الكهربائيه الاقطاب المتشابهه تتنافر والاقطاب المختلفه تتجاذب، صح؟ فنفس الشيء الايونات هون، الايونات حسب من ناحيه كهربائيه بحته، الايونات الموجبه بتروح على الايونات السالبه. ما لها علاقه بالتركيز اصلا، بس العلاقه انه انا عندي شحنه موجبه بدها تروح على الشحنه السالبه. طيب، بالتالي انا صفى عندي في عندي جريدينت هيك مميز، ايش هذا الجريدينت المميز؟ سمونا اياه الكتروكيميكال جريدينت، الكتروكيميكال جريدينت، كيميكال لانه احنا حكينا زي اللي هو جاي من كونسنتريشن، من فرق التركيز، اوكي؟ من فرق التركيز تبع الايونات،
لانه اللي برا كثير واللي جوا قليل. فبالوضع الطبيعي حسب الكونسنتريشن جريدينت اللي اخذناه في الديفيوجن قبل راح ينتقلوا، هي راح ينتقلوا من الوسط الاعلى تركيز للوسط الاقل تركيز. طب ليش الكترون؟ لانهم ايونات، ايونات بيحملوا شحنه، والشحنات الشحنات المختلفه بتتقارب بتقرب لبعض، فبالتالي لانه برا موجب واللي جوا سالب فالايونات بدها تنتقل من الوسط الموجب الى الوسط السالب. هون كلها ايونات موجب تتنافر 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 بتروح على الايونات السالب عشان يتجاذبوا مع بعضهم. فبالتالي هذا نوع الجريدينت اللي بيحكم الايونز بنسميهم الكترو كيميكال جريدينت. اوكي الكترو كيميكال جريدينت. طبعا بس للمعلوميه مش شرط دائما يكونوا ماشيين بنفس الاتجاه، يعني هون احنا حسب ما درسنا هم اي نعم ماشيين بنفس الاتجاه صح؟ لانه هون هون تمام، هون تركيز الصوديوم برا عالي، تركيز الصوديوم جوا واطي، فالمفروض الوضع الطبيعي انه الصوديوم ينتقل من الوضع من الوسط الاعلى تركيز للوسط الاقل تركيز، ومش بس هيك بيحكي لنا انه جوا الخليه سالب، بالتالي برضه الصوديوم لانه بيحمل شحنه راح ينتقل من مكان الشحنه الموجبه الى مكان الشحنه السالبه، بالتالي هون الالكتريكال جريدينت والكيميكال جريدينت مشيوا مع بعض، لكن في بعض الحالات مش شرط يمشوا مع بعض. هذا الكلام كله راح يمر عليكم بعدين في الفسيولوجي بالتفصيل بالمجال، بس عشان نفهم شو يعني الكتروكيميكال جريدينت، يعني جريدينت صار بسبب فرق الكونسنتريشن وبسبب فرق الشحنات، اوكي؟ تمام. إذا حكينا إيش هو المبرين بوتنشال؟ هو فرق الجهد الموجود على حول الغشاء غشاء الخلية. فرق الجهد يعني في عندي أنا فوق شحنة وعكس وتحت، يعني عندي على جهة شحنة وعلى الجهة الثانية شحنة مخالفة لها، تمام؟ ليش طبعا ليش بيصير هذا فرق الجهد؟ بيصير بسبب اختلاف توزيع الشحنات الموجبة والسالبة حول هذا الغلاف. حكينا في عندي أنا عندي بلازما ميمبرين، في عندي شحنات موجبة برا وفي شحنات في عندي شحنات موزعة بتوزيع غير منتظم، إشي برا وإشي جوا، بالتالي تكون عندي أنا فرق جهد. بالضبط أنتم تخيلوا وكأنه أنا هون في عندي بطارية، هنا في عندي بطارية، قطب من أقطابها فوق الموجب وقطب من أقطابها تحت، وبالتالي الشحنات تنتقل من فوق لجوا، من فوق لجوا إن أعطيت الفرصة، لكنها هي هون مش معطي، ما عندها فوق، ما مش معطينها الخيار، هون ما مش معطينها الخيار، فبس البمب تشتغل على كيفها، زي ما بدها الخلية. طيب إذا بيحكي لنا في عندنا قوتين اللي درسناهم بنسميهم الكترو كيميكال جريدينت. الكيميكال فورس اللي هي القوة الكيميائية بسبب ايش؟ الكونسنتريشن جريدينت زي ما حكيت لكم الكونسنتريشن. طيب ايش الكتريكال فورس؟ لا هو هون تأثير فرق الجهد على حركة الأيونات، لأنه الأيونات بتحب تنتقل حسب فرق الجهد، زي هون شايفين الأيونات الموجبة بتحب تنتقل من هون تروح هون حسب فرق الجهد الكهربائي، يعني هون رح نحكي كهرباء فقط. وهناك الكونسنتريشن نحكي احنا بس على تراكيز، فمع بعض بنسميهم الكترو كيميكال جريدينت. وبيحكوا لنا هذا الالكترو كيميكال جريدينت هو اللي بتمشي على اللي بتستعمله الايونات عشان تنتقل عبر هذا الغشاء. طيب الان شايفين هاي البمب اللي درسناها فوق، هاي البمب اللي هي الصوديوم بوتاسيوم بمب، وين؟ شايفين هاي الصوديوم بوتاسيوم بمب؟ مثل ما عم قلنا شو عملت هاي الصوديوم بوتاسيوم بمب؟ بالمحصلة هي كانت تمسك ايونات موجبة وترميها لبرا، تمسك كل مرة ايون موجب وتتخلص منه لبرا، وبالتالي كونت لي فرق جهد، كونت لي هون جوا شحنة سالبة لأنه قاعدين احنا نتخلص من الموجب، وبرا قاعدين نزيد عليه موجب، فهون شحنة موجبة، بالتالي شو عملت هاي البمب؟ عملت لي فولتج، عملت لي فرق جهد، تمام؟ أي بمب بتكون لي فرق جهد، بتكون لي توزيع مختلف بين الايونات على الطرفين الغشاء بنسميها ايش؟ بنسميها الكتروجينيك بامب. هاي بنسميها الكتروجينيك بامب، يعني بامب مولده لفرق الجهد. هي عباره عن بروتينز ذات جنريت فولتج اكروس ذا ممبرين، بروتين بيكون لي فرق جهد حول الغشاء البلازمي. وبيحكي لنا انه في الخلايا الحيوانيه في الصوديوم بوتاسيوم بامب اللي درسناها هي المولده، هي البروتين، هي البامب الرئيسيه اللي بتولد لي فرق جهد كهربائي. هذا وين؟ في الانيمال سيلز. طيب في البلانت سيلز ايش بتستعمل البلانت سيلز؟ البلانت سيلز عندها نوع ثاني من البامبس بسموها بروتون بامب. طيب ايش هي البروتون بامب؟ طبعا هي مش بس للبلانتس، برضه للفطريات، برضه للبكتيريا. ايش البروتون بامب؟ بروتون هو عباره عن هيدروجين نزعنا منه
نزعنا منه الالكترون فصار اسمه بروتون، هذا اسمه بروتون، اوكي؟ هذا الجي نزعنا، هذا الجي فيه الكترون واحد، احنا اخذنا هذا الالكترون صار اسمه بروتون، لانه الهيدروجين عباره عن الكترون بروتون، فاذا انا نزعت الالكترون صفى الهيدروجين عباره بس عن بروتون، عشان هيك بنسمي ايونات الهيدروجين بروتونز، وبالتالي هاي البمب بنسميها بروتون بمب. طبعا قبل ما نحكي عن البروتون بمب يحكي لنا شغله انه الالكتروجين بمبس شو وظيفتها؟ هاي الالكتروجين بمبس اللي بتعمل لي فرق جهد بتقول لي they help store energy، بتحافظ على ايش؟ تخزين الطاقه عشان نستعملها في وظائف الخليه. رح تاخذوها بعدين تفصيل الممل فبدناش ندخل بتفاصيل هسه. المهم هاي هي البروتون بمب، شوف البروتون بمب بيحكي لنا البروتون بمب، انا هون طبعا خليه بلانت سيل، في عندي سايتوبلازم وفي عندي اكسترا سيلولر فلويد. هاي في عندي البروتون بمب تيجي بتمسك البروتون هسه الوضع الطبيعي، احنا هون شو تركيز هاي البروتون؟ تركيز البروتون هون قليل، اوكي؟ شوف عندي شغل ذره واحده هون، بينما تركيز البروتون هون عالي، تمام؟ فهون هاي البروتون بمب تيجي بتمسك البروتونز من جوا وبتضخها لبرا، فهي قاعده بتحرك البروتونز against their concentration gradient، بمعنى against their concentration gradient، بالتالي this is active transport، بالتالي انا بحاجه طاقه، بحاجه energy، ولاحظ مره ثانيه شوفوا هون بالتالي نسبيا هون ال هون البروتونات هون هون عفوا هون السيتوبلازم سالب بالنسبه للاكسترا سيلولار سبيس، اوكي؟ طبعا انا هاي كونت لي برضه فرق جهد، فبالتالي البروتون بمب از ان الكتروجينيك بمب. طيب اذا احنا عرفنا اول شيء اول مثال على الاكتف ترانسبورت اللي هم الايون بمبس، وعرفناهم احنا البروتون بمب والصوديوم بوتاسيوم بمب. في عندنا نوع ثاني من الاكتف ترانسبورت اسمه كو ترانسبورت. طيب كو ترانسبورت، ترانسبورت معناها نقل، كو مرت علينا قبل هيك، قلنا كو اخذناها بالكو ريسبتور، صح؟ قلنا كو معناها مشارك او زميل او مرافق، اوكي؟ زميل اللي هي كولي قلنا، كو معناها ايش؟ مشارك. فالكو ترانسبورت اللي هو ايش؟ اني انا انقل مادتين، اوكي؟ مادتين ولكني بستهلك طاقه عشان انقل ماده واحده، بستهلك طاقه لنقل ماده واحده ولكني في المحصله بنقل مادتين. هسه بنشوف كيف. المهم كبلت معناها زوج، زوج يعني اثنين، بالتالي كبل ترانسبورت انا قاعد بنقل مادتين. الان كو ترانسبورت شو بيحكي لنا؟ بيحكي لنا اوكيرز وين اكتف ترانسبورت، يعني قاعد بستعمل اكتف ترانسبورت عشان انقل ماده معينه، وفي نفس اللحظه لما انا استعملت الاكتف ترانسبورت لا عشان انقل هاي الماده ايش؟ كنت قاعد بنقل لها ماده ثانيه، اوكي؟ اذا انا استعملت عشان انا نقلت مادتين ولكن استهلكت طاقه عشان انقل واحده فقط، اوكي؟ انقل مادتين ولكن طاقه، الطاقه اللي استخدمتها هي طاقه نقلت طاقه نقل ماده واحده فيهم، الماده الثانيه ما استهلكت فيها طاقه، اوكي؟ طبعا بيحكي لنا مين اللي بيستعمل الكو ترانسبورت؟ بيحكي لي النباتات، النباتات بتستعمل هسه رح نيجي نرجع البروتون بمب، شايفين اللي عملناها؟ عملنا البروتون بمب درسنا عنها وعملت لي كونسنتريشن جريدينت، رح تستخدم النباتات هذا الشيء عشان تنقل ماده ثانيه عكس الكونسنتريشن جريدينت، تمام؟ ولكن ما استهلكت طاقه. هسه بنشوف كيف. شوفوا يا جماعه، هاي هي البروتون بمب. شو حكينا البروتون بمب؟ اجينا نقلنا البروتون من جوا لبرا against concentration gradient بدون يعني باستعمال طاقه عكس قلب التراكيز، نعم. طب هسه الهيدروجين برا، الهيدروجين نفسه يرجع جوا لانه هو بده يرجع حسب الكونسنتريشن جريدينت، داون كونسنتريشن جريدينت، البروتون نفسه يرجع جوا، ما بيقدر يرجع من هنا لانه هو صعب يدخل. طيب الان في هاي خلايا النبات بيقول له البروتون تعال بدك ترجع جوا؟ بقول لك اه يا ريت ارجع جوا، بقول لك تعال ارتبط هون في هذا البروتين، ارتبط هون في هذا البروتين. طيب اجى ارتبط في هذا البروتين، قال له ماشي بدك تدخل على الخليه بدخلك بس بشرط بدي تدخل لي معك ماده ثانيه، بدي تدخل لي معك ماده ثانيه. يعني هون دخلنا البروتون، هاي العمليه هون قاعدين بنحكي البروتون من الهاي كونسنتريشن جريدينت لللو كونسنتريشن جريدينت، وضع طبيعي ديفيوجن ما فاسيلتيت ديفيوجن مش بحاجه طاقه، تمام؟ بينما السكروز هون السكروز اللي هو سكر داي سكرايد اخذنا السكروز موجود هون موجود لو كونسنتريشن جريدينت، لو كونسنتريشن جريدينت صح؟ هون موجود هاي كونسنتريشن جريدينت، هاي كونسنتريشن
جريدينت. طيب الان المفروض الان البروتون هون بدنا ندخل نقول له ماشي ادخل، بس بتاخذ معك السكروز بالضبط بالضبط زي ما كنا واحنا صغار، بتروح مشوار تطلع مشوار تيجي تقول له تسمح من والدتك يما عادي اطلع، بتقول لك ماشي اطلع بس خذ اخوك الصغير معك، اوكي؟ فانت ما بتقدر تطلع الا اذا اخذت اخوك الصغير معك، فهون شو تسوي انت؟ بتقول بان الله يلا بدي اخذه معك، بتاخذه معك. فهون نفس المبدا، البروتون نفسه اميته يرجع يفوت جوا، لكنه ما بيقدر بقول له بروتين هذا ولا بسمح لك تدخل ولا بنقول لك غير لما تاخذ السكروز معك. السكروز برا الكونسنتريشن تبعه قليل، جوا الكونسنتريشن تبعه كثير، فبالتالي هون هو بينقل عكس الكونسنتريشن جريدينت، بينقله عكس الكونسنتريشن جريدينت، تمام؟ عن طريق عكس الكونسنتريشن جريدينت، فبالتالي انا نقلته من برا الى جوا الخليه. طب السؤال القوي هون، هاي السكوز لما نقلته انا مش شايف اي تي بي، انا ما استعملت اي تي بي. طيب وهون الهيدروجين البروتون لما انا دخلته مع يعني داون كونسنتريشن جريدينت، مع الكونسنتريشن جريدينت تبعه. طب انا هون وين طب كيف بيقول الكو ترانسبورت اكتف ترانسبورت؟ يعني كيف هو قال لي هذا اكتف ترانسبورت الكو ترانسبورت وانا مش مستهلك طاقه؟ بيقول لك ايش؟ عمليه استهلاك الطاقه في الكو ترانسبورت از ايش؟ از اندايركت، يعني بشكل غير مباشر. كيف يعني بشكل غير مباشر؟ يعني بيقول لك الطاقه اللي استعملها الكو ترانسبورت هي الطاقه اللي جايه من البروتون بامب، صح؟ لانه لو البروتون بومب مش شغال، بروتون بومب انا عندي مش شغال، صح؟ شو اللي حيصير بالهيدروجين؟ حيضل جوا، حيضل جوا عند اللي هو مكانه، ما حيقدر يطلع برا. طب اذا ما قدر، اذا ما كان برا، هذا كيف راح يشتغل؟ ما راح يشتغل. فبالتالي الكو ترانسبورتر هو معتمد على البروتون بومب. انا الطاقه اللي استعملتها هون هي الطاقه اللي استعملتها عشان اطلع البروتون، عشان اطلع البروتون برا الخليه استعملت طاقه. وبالتالي بعدين البروتون بيرجع بينزل بفوت مره ثانيه، بس ايش الشرط؟ الشرط انه يدخل معه السكروز، وبالتالي عمليه استهلاك الطاقه the energy consuming in co-transport is indirect it came from the proton pump in the first place. فبالتالي نرجع مره ثانيه خلينا نفصلها. هسه هون في البروتون بامب البروتون against concentration gradient استهلك طاقه، طلعنا برضه هنا عندنا بروتونز هاي جريدينت جوا لو جريدينت. البروتون بده ينتقل من هاي جريدينت للو جريدينت، سمبل باسيف ترانسبورت. طيب السكروز بده ينتقل من اللو كونسنتريشن جريدينت للهاي كونسنتريشن جريدينت، فهون this is against concentration gradient، فبالتالي هذا active transport. وين الانرجي كونسيومينج؟ صار في البروتون بامب الانرجي كونسيومينج، بالتالي هو اندايركت. فهمنا؟ ان شاء الله نكون واضحه، اوكي؟ في الامتحان لو سالنا ايش هي الطريقه اللي انتقل فيها البروتون في الكو ترانسبورت رح نكتب ايش؟ رح نحكي فاسيليتيتد ديفيوجن، هو باسيف ترانسبورت فاسيليتيتد ديفيوجن لانه تم من خلال البروتين. طيب والسكروز لا اكتف ترانسبورت او كو ترانسبورت، اوكي؟ هاي بكل بساطة اللي هي هاي بكل بساطة عملية الكو ترانسبورت، انقل مادتين لكن انا استهلكت طاقة عشان انقل مادة واحدة فقط، تمام؟ اللي هي بروتونز عشان اطلعها لبرا، لكن بعدين انا ما استهلكت طاقة عشان انقل السكروز. هون الخلايا النباتية بحاجة انها تضل تاخذ السكروز اللي برا تدخله جوا حتى لو انه تركيزه اقل، بتضل تاخذه عن طريق عملية الكو ترانسبورت وبالتالي عشان تغذي باقي اجزاء باقي اجزاء النبات. نرجع نشوف اذا كاتبين شيء، اذا الكو ترانسبورت قلنا اكتف ترانسبورت استعملناه عشان على هون البروتونز اندايركتلي بشكل غير مباشر بمكنني اني اعمل ترانسبورت لسوليوتس ثانيه، حكينا انه النباتات تستعمل هذا بتستعمل الجريدينت كونسنتريشن جريدينت للهيدروجين ايونز عشان ايش؟ عشان نعمل اكتف ترانسبورت للنيوترينتس اللي هم السكروز الى داخل الخليه. اخر كونسبت خلصنا الكونسبت الرابع، ضل معنا اخر كونسبت اللي هو الخامس، بسيط جدا ان شاء الله ما حياخذنا وقت. احنا اخذنا قبل كيف ننقل المواد الصغيره الحجم نسبيا، الووتر الايونز، هاي المواد كلها صغيره الحجم. طب انا شو راح يصير لما اجي بدي انقل مواد ضخمه كبيره الحجم؟ بلك ترانسبورت، يعني بنقل مواد لارج ماكرو موليكيولز،
زي ايش مثلا؟ زي البوليبيبتايدز البروتينات، البروتينات معكم مولكيولز كبيره، زي البوليساكرايدز السكريات مواد كبيره، اوكي؟ فانا كيف بدخلها؟ بدخلها عن طريق شيء اسمه البلك ترانسبورت. طيب البلك ترانسبورت انا عندي ماده كبيره قدامي خيارين، يا بدي تكون برا الخليه وبدي ادخلها لجوا الخليه، هاي العلم بنسميها اندوسايتوسيس، اندو اي ام دي او من ان، كلمه ان داخل، بالتالي اندوسايتوس عمليه الادخال الخلوي، او انا في عندي ماده جوا الخليه بلك وبدي اطلعها برا عن طريق البلازما ممبرين بنسميها اكسوسايتوسيس، اكسو من اكسترنال خارجي، فاكسوسايتوس عمليه الاخراج الخلوي، اوكي؟ ندرس هذول العمليتين. نشوف شو عم بحكي لنا small molecules and water enter or leave the cell through the lipid barrier via transport proteins. المواد صغيرة الحجم والماء بينتقل من خلال البلازما ممبرين زي ما تعلمنا يا اما عن طريق الليبيد بايلير يا اما عن طريق البروتينات الناقلة. طب اللارج مولكيول زي البوليساكرايد السكري عديدة السكريات او البروتينات البوليبيبتايدز كيف تنقل؟ كيف تنتقل من خلال الممبرين؟ عن طريق بلكس تنتقل هي بلكس عن طريق الفيزيكلز اللي درسناهم قبل. أخيراً بحكينا إن البلك ترانسبورت وهي نقطة مهمة عشان ما نغلط فيها، البلك ترانسبورت ريكوايرز انرجي، احنا بنحتاج طاقة عشان نقوم بعملية البلك ترانسبورت. طيب أول شيء نبلش في الإكزوسايتوسيس، إكزوسايتوسيس مثل ما حكيت لكم عملية الإخراج الخلوي. إكزوسايتوسيس ترانسبورت فيزيكلز مايجريت تو ذا ميمبرين، فيوز ويز إت أند ريليس ذير كونتنتس. تذكروا لما درسنا الجولجي درسنا فيه درسنا هذا تشابتر عن الجلايكوبروتينز كيف بنطلعهم لبرا الخليه، ودرسنا عن جولجي والرفند بلازما ريتيكولا، مش قلنا انه بيطلع عندي انا فيزيكال من الاي ار بيروح على الجولجي اباراتوس، والجولجي اباراتوس بيعمل عليها موديفيكيشن، بعدين بيروح بيطلعوا لبخارج الخليه، بيطلعوا على شكل فيزيكال بيروح بتتصل بالميمبرين تبع الخليه وبتطلع لبرا، هاي العمليه اسمها الاكزوسايتوسيس، نفسها اللي اخذناها قبل هي الاكزوسايتوسيس، اوكي؟ وطبعا بيحكي لنا انه مين بيسمى الاكزوسايتوسيس؟ السكريتوري سيلز، الخلايا اللي بتفرز زي خلايا البنكرياس بتفرز الانسولين، زي خلايا العصبيه اللي بتفرز لي النواقل العصبيه زي الاسيتال كولين، هذول بيستعملوا عمليه ايش؟ الاكزوسايتوسيس. اوكي؟ طيب عارفينها طبعا ما في داعي نرجع عليها، مثل ما حكينا بيجي انا عندي بلك بيطلع من الجولجي بيروح بيتصل مع البلازما ميمبرين بيجي بفضي يعني بيجي بيلتحم مع البلازما ميمبرين وبفضي مكوناته الى خارج الخليه، هذا هو الاكزوسايتوسيس. الاندوسايتوسيس انه لا احنا بنيجي عمليه الادخال الخلوي، سيلز تيكس ان ماكو مولكيولز كيف؟ برضه باي فورمينج فيزيكلز، باي فورمينج عشان بنكون حويصلات فروم ذا بلازما ميمبرين. طبعا بيحكي لنا اندوسايتوسيس هي عكس عمليه الاكزوسايتوسيس، طيب ايش هم الاندوسايتوسيس؟ في عندي ثلاث عمليات بسيطات بدنا نعرفهم. اول عمليه اسمها الفاجوسايتوسيس اللي هي عمليه الاكل الخلوي والالتهام الخلوي. بينوسايتوسيس عمليه الشرب الخلوي، وريسبتور ميديتد اندوسايتوسيس عمليه الادخال باستعمال المستقبلات. تعالوا عليهم. الانفاجوسايتوسيس اللي هو اذا بتتذكروا اخذنا قبل هيك اخذنا عن السودوبودي، السودوبودز الاقدام الكاذبه، مش قلنا انه انا بتكون في عندي خليه مثلا، هي خليه وبيكون في لها بتصير بلش تكون اقدام كاذبه بتروح تعمل لي زي هيك، والافضل انه هون انا في عندي ايش؟ في عندي جزيء اكبر طعام، اوكي بدها تاكل الخليه، فبتكون الخليه هيك بعدين بتيجي زي هيك بتطلع اقدام كاذبه عشان تحيط في هذا اللي هو في هذا اللي هي الفود مثلا، وبالاخير ايش؟ بتكون فيزيكال، بفوت لعندها بتكون فيزيكال. بتكون لي ايش؟ بتكون لي فاكيول، تتذكروا اخذنا في تشابتر 7 الفود فاكيولز، الفود فاكيولز عن صار عن طريق عمليه الالتهام الخلوي، الفاجوسايتوسيس، بعدين بتفوت عندي فيزيكال او الفود فاكيول، بترتبط مع اللايزوزومز، واللايزوزومز بتحلل وبتعمل دايجشن هضم لهاي الفود فاكيول، صح؟ هاي هون عندنا الصور. هاي شايفين عندنا انا هون عندي فود تمام، الفود فاكيول اجى اجينا عملنا كوننا اقدام كاذبه سودوبودز صح؟ كوننا هيك قاعدين بنطلع اقدام كاذبه بنحيط فيها وبندخلها لجوا، بالاخير بتكون عندي ايش؟ هاي الفاكيول اللي هي الفود فاكيول، ركزوا هون انه انا قاعد باكل مواد صلبه، اوكي؟ طيب هذا بالنسبه للفاجوسايتوسيس.
ايش بعدين اللي هي البينوسايتوسس. البينوسايتوسس لعملية الشرب الخلوي. عملية الشرب الخلوي هي مش انه قاعدين ناكل احنا الشيء الصلب، لا احنا قاعدين نمتص. مش احنا قلنا عندنا الخلية من برا محاطة بفلويد سائل، الخلية كأنها جايبة مصاصة وبتمتص السائل الخلوي، السائل المحيط في الخلية بتمتصه امتصاص. تمتص هذا السائل وكل ما يحتويه هذا السائل من سوليوتس، اوكي؟ فهي هاي بس تيجي بتعمل امتصاص لمواد سائلة، مواد سائلة وبتحتوي على مواد مذابة فيها. اوكي هاي هي البينوسايتوسس عشان نسمي عمليه الشرب الخلوي. مشكله البينوسايتوسس انها هي عمليه نون سبيسيفيك، يعني هي بتيجي بتمتص السائل جزء من السائل المحيط في الخليه. هل هي بتحدد ايش بدي امتص؟ لا، هي بتمتص السائل المحيط فيها وشو ما امتصت معه عاد هون عاد هذا اللي اجاها. اوكي هاي هون شوفوا هون بالضبط هون عملية البينوسايتوسس. أنا هون هاي في عندي البلازما ميمبرين وهون الخلية، هون ما عندنا طلعنا السودوك بونز، لا، هون إجينا الخلية وكأنها صارت مصاصة، امتصت السوائل المحيطة فيها، شايفين هون ها؟ امتصت السوائل، هون كان في سائل أجت امتصت السائل لجوا، عملت لي برضه منه فيزيكلز، برضه عملت لي منه فيزيكلز، تمام. بس في شغلة هون مش موجودة، مش موجودة هون، بالعادة البينوسايتوسس بكون في عندي هون هاي المنطقة، يعني عفوا، شو اللي خلى هاي المنطقة هي اللي تعمل امتصاص؟ بتكون من ورا من جهة السيتوبلازم في عندنا بروتينات عاملة زي كوت، شو يعني كوت؟ كوت معناها زي اللي هو الجاكيت، صح؟ بغطي الجسم، فهاي المنطقة عاملة كوت، هاي البروتينز عاملة كوت مغطية هذا الجزء من السيتوبلازم. بالتالي السيتوبلازم بيعمل من عفوا هاي الجزء من البلازما ميمبرين، بالتالي البلازما ميمبرين بيعرف انه انا اعمل ايش؟ اعمل بينوسايتوسس عند هذا المكان. هاي المنطقة في النهاية بصير عندنا هون هيك. هاي المنطقة طبعا بسموها كوتد بيتس، كوتد بيتس، كوتد انه عليها كوت بروتين كوتس، وبيتس اللي هي زي جحور، جحر، زي كيف جحر ال الارانب مثلا او الكائنات اللي بتحفر، نفس الشيء هون كوتد بيتس. الان شو بيصير؟ بعد ما يجي يمتص هذا السائل لجوا مثل ما حكينا شايفين هو بيمتص بغض النظر بيسحب السائل وشو ما يكون فيه عاد هذا اللاجاني بيتكون عندي فيزيكل، هذا الفيزيكل بيكون برضه كوتد، بيكون كوتد عليه كوتس، اوكي؟ هذا الكوتد هذا شو بنسميه؟ كوتد فيزيكل. اذا في عندي كوتد بيتس اللي هو لما يكون قاعد بعد جزء من البلازما ميمبرين بعدين بصير اسمه كوتد فيزيكل. اخيرا اخر نوع من البينو اخر نوع من البينوسايتوسس او عفوا اخر نوع عندنا اللي هو ريسبتور ميدييتد اندوسايتوسس. ريسبتور ميدييتد اندوسايتوسس هو نفسه البينوسايتوسس باختلاف بسيط. ايش الاختلاف البسيط؟ مش قلنا احنا شو مشكله البينوسايتوسس؟ انه هو نون سبيسيفيك، يعني يعني ما بيعرف يفرق، ما بيعرف ياخذ ايش من هذا الفلويد، ما بيعرف يفرق، انه خلص بيجي بيمتص الفلويد المحيط فيه وكان الله بيستر عليه. لكن الريسبتور ميدييتد اندوسايتوسس هو لا، هو بيقول لك انا ما بعمل اندوسايتوسس، انا ما بعمل اللي هو هاي الفيزيكال الا لما يجي بيكون هون على هاي المنطقه في مستقبلات ريسبتورز، هاي المستقبلات لما يرتبط فيها اللي هو المركب اللي انا بدي اياه، لما يرتبط في هاي المستقبلات والله ساعتها انا بروح وبعمل اندوسايتوسس. بالتالي هاي احنا تغلبنا على المشكله اللي كانت في البينوسايتوسس. البينوسايتوسس كانت تيجي تسحب من السائل المحيط بالخليه وشو ما يطلع ما حيطلع، بينما الريسبتور ميديت اندوسايتوسس هي ما عملت اندوسايتوسس الا لما اجى الماده اللي هي محتاجتها. اوكي وبالتالي هي بتاعي بتاخذ الجزيء اللي هي محتاجيته. ايش في امثله على الريسبتور ميديت اندوسايتوسس؟ هو الشيء اللي نسال عنه في الامتحان اللي هو ماده الكوليسترول. مش اخذنا الكوليسترول عباره عن هي عباره عن ليبيدز وقلنا انه هو موجود في البلازما ميمبرين بنظم بحافظ على الفلويديتي وبرضه بيدخل في تركيب الستيرويد هرمونز صح؟ الان كيف الخليه بتحصل عليه؟ لا بيجي بكون له مستقبلات هذا الكوليسترول، بيجي بكون له مستقبلات او المهم مستقبلات وبيجي لما يرتبط الكوليسترول في هاي المنطقه اوكي بيجي ايش؟ بيجي بنعمل اندوسايتوسس. فبالتالي لو سالني في الامتحان ايش الطريقه اللي بيستخدمها الكوليسترول عشان يدخل على الخليه بيكون الجواب ريسبتور ميدييتد اندوسايتوسس. اوكي؟ نعم
هيك احنا خلصنا اللي هو تشابتر 8. نعتذر لو طولنا عليكم، بس اذا فهمنا وفهمنا الافكار اللي فيه راح يكون ان شاء الله تشابتر سهل. راح نحل اسئله السنوات سوا. هيك بنكون خلصنا ماده الفيرست. بتمنى لكم ان شاء الله العلامات العاليه، وربنا يعطيكم على قد تعبكم واكثر ان شاء الله، ونراكم على ماده السكند. كل التوفيق.